جسر لندن سمي تسمية على البرج اللي جنبه. ارتفاع الجسر 65 متر وطوله 244. تم افتتاح الجسر في 1894، يعني واحد من أقدم وأعلى الجسور الموجودة في بريطانيا كافة. يعني صراحة مبنى جميل ورهيب، يعني مرنا من تحته مثل ما شفتوا السياح على جانبي الطريق، يعني من الأيام القليلة. فعلا احنا محظوظين، نعتبر انه الجو مشمس اليوم وجميل، فعلا محظوظين في هذا الجو. لسه ما وصلنا للمنطقة اللي احنا عايزين نروحها وسط الزحمة، اوريكم الزحمة بس شوفوا. صباح الخير ومرحبا شباب، معنا شوان. اليوم باخذكم جولة في اهم معالم مدينة لندن السياحية. نبدأ باللندن اي. قطعنا تذاكر من المبنى هذا اللي في خلفي هنا ب 36 جنيه التذكرة. طابور طويل طبعا. طلعنا الان الكبسولة و 50 طفل موجود معايا، الله يستر كيف بيطلع الصوت. وريكم المنظر لما نطلع فوق. ما شاء الله الكبسولة توسع عدد كبير، يعني حتى توسع سيارة داخلها. أول ما بنت صنفت كأكبر دائرة معلقة، يسموها عجلة ملاهي في العالم، لكن أعتقد عين دبي أكبر منها الآن، أعتقد، مش متأكد المعلومة، أكدوا لي إياها في كومنت لو سمحتوا. المسافة تخوف لتحت. والآن أنا أمام يعني واحد من أهم معالم لندن، اللي ما يكون أهم معلم في بريطانيا كلها، ألا وهو البيج بن. طبعا البيج بن بدأت العمل في 1859، وأيضا اسمها الآن اختلف. طبعا البيج بن هذا اسم الجرس العظيم اللي موجود فيها، لكن المبنى الآن اسمه برج إليزابيث، نسبة إلى إليزابيث الثانية التي احتفلت في 2012 باليوبيل الماسي لها. فمن 2012 يسمي البرج الآن ببرج الملكة إليزابيث وليس بيج بن، لكن الاسم القديم له المعروف حول العالم أنه البيج بن. لازم أحذركم بعض الممارسات، في بعض النصابين يكونوا مجموعة من النصابين يلعبوا بعض الأكواب هذه اللي فيها الكرات. النصابين يعني بطريقة مش طبيعية، يكونوا هم مجموعة منتظرين فوق الجسر هذا اللي موجود، أو الجسر الموجودة في لندن. الحين هذا ثالث واحد أشوف نفس الجسر، تعرفوا؟ فكلهم من نفس العصابة، فأحسن لك لما تشوفهم تمشي على طول. الآن أمام ساحة تشرشل. ساحة تشرشل معروفة دائما يكون فيها المظاهرات أو الوقفات الاحتجاجية الموجودة دائما أمام البرلمان، تكون دائما تقام في هذا المكان. وحوالين الساحة نفسها بعض التماثيل للعظماء، العظماء اللي أثروا في الحياة السياسية في بريطانيا. في الخلف هنا تشوف غاندي، سلوت غاندي. ومن منا لا يعرف السياسي المخضرم تشرشل؟ كان رئيس الوزراء في الأيام الحرب العالمية الثانية. لو نحن في موسم سياحي تكثر العروض في الشوارع والموسيقى التقليدية والناي القرب هذا مش عارف اسمه، حاجة رهيبة صراحة. وأنا الآن أمام البرلمان البريطاني، واحد من أقدم البرلمانات الديمقراطية الموجودة في العالم كله. حادثة مهمة لازم نذكرها عن البرلمان البريطاني. في 1605 جيمي فوكس حاول يفجر البرلمان هذا بتفجيرات، ولكن مسكوه في آخر لحظة. ومن هنا كل سنة بريطانيا كلها تحتفل بالبومفاي نايت لهذا السبب. أمام بوابة من أشهر البوابات الموجودة في العالم، ألا وهي 10 داون ستريت، مقر رئيس الوزراء البريطاني، هنا يسكن البيت رقم 10، معروف دائما تشوفه في الأخبار يستقبل الرؤساء الملوك الوزراء، دائما يستقبلهم في هذا المنزل 10 داون ستريت. للأسف بالعادة يكون هنا الحرس الملكي، هذول يلبسوا الكوفي السود الكبيرة كذا، شوف في بعضهم وراي ماشيين. الحرس هذا أوقات يتوقف يقف الخيل هنا عند البوابة هذه، والحرس فوقه وكذا يعني يعملوا حركات. والآن من أمام ترافلغار سكوير أو ميدان الطرف الأغر. ليش سمي بهذا الاسم؟ سمي بهذا الاسم للمعركة الحربية التي وقعت بين الأسطول الإنجليزي في عهد الملكة إليزابيث الأولى والأسطول الأسباني الأرمادا. يعني كانت معركة ضخمة وقوية جدا، انتصر فيها الأسطول الإنجليزي وأنهى سيطرة الأسطول الأسباني الأرمادا على المحيط الأطلسي وأنهاء خالص يعني.
وبعد هذه بدأت السيطرة الإنجليزية تسيطر على العالم كله. ميدان الطرف الأغر هذا هو. وفي نفس الميدان خلفي هنا المتحف الوطني البريطاني، أغلب الآثار اللي كانت بريطانيا محتلة الدول منها أخذت وحطوها في هذا المتحف. متحف ضخم جدا، والمعلومات والآثار اللي فيه مهمة جدا جدا جدا. أخذنا يوغورت، فروزن يوغورت مع الستروبري. أنا أشوف كيف طعمه بيطلع. والله لا بأس فيه فروزن يوغورت، لكنه مع شوية ستروبري طلع طعمه حلو والله. نايس. وهذا هنا الأبل ماركت، خلنا ندخل نشوف إيش داخل. جولة سريعة معنا يلا. واضح إنه مكان طبعاً مغلق مثل تشوفوا، موجود فيه مطاعم وستولز يبيعوا فيه بعض الحاجات، وفيه بعض الفعاليات اللي يسموهم الجوالة اللي يعملوا فعاليات في الشارع، رقص أو غناء أو غناء وألعاب خفة وحاجات زي كده. واللي ما يعرف هذا بومبل بي ترانسفورمرز. وإذا كنت بالقرب من ترافل جار سكوير لا تنسى تمر على التشاينا تاون، روعة. شارع تاون هنا في لندن 5 شوارع ورا بعض، وكلها مثل ما تشوف الخلفية كلها بيزي، يعني عالم آخر المطاعم والعالم بشكل مش طبيعي فيها. أنصح بزيارتها وقضاء يوم كامل فيها يعني من الأول والآخر والله صراحة. كمان بالقرب منها معاك محل M&M World. M&M World هذا يعني الأطفال جنة الله في أرضه، بس تأكد أنه يكون معاك فلوس. ومقابل M&M حتحصل لوجو لاند. لوجو لاند كمان يعني ألعاب اللوجو، تعرف مركبات والحاجات هذه، مقابل M&M بالضبط. فتدخل هنا تطلع هنا، بس كمان اتأكد انه محفظتك لا زالت مليانة يعني. كمان لا ننسى شارع شيبرد بوش، شارع معروف في لندن، شارع جميل جدا صراحة، صعب زيارته، مليء بالمطاعم والمحلات العربية. وخلفي هنا في شيبرد بوش زي السندي ماركت او المحلات الشعبيه، يعني بجميع فيها جميع او كثير من المحلات، نفس ما تروح السندي ماركت تقريبا، فيها مطاعم، فيها حاجات كثيره جدا. انا عن نفسي الان اخذت لي شاورما صراحه شكلها رهيب، هاكلها وهقول لكم رايي بعدين فيها، ولا اقول كلها الان. جوعان، ايه جوع صراحة. حطيت الكاميرا في الفندق، طلعت بالتلفون بس اصور لكم كاميرا التلفون الان. ريحة السمك، محل سمك. ننتقل لموقع اخر يلا. اذا كنتم محبين المولات والتسوق تعال على ويستفيلد مول، يعني محل من كل الماركات تحصلها فيه. الآن بالقرب من محطة قطار رويال فيكتوريا ستيشن، منظر صراحة رهيب. وخلفي هناك الإمارات كيبل لين، حنطلع عليه ونعبر نهر التايمز للجهة الثانية ونرجع ونشوف التجربة الحلوة هذه. أنا عمري ما طلعت تلفريك نسيت اسمه. عمري ما طلعت تلفريك، حقرب المرة هذه وين في لندن. خليكم معي، تعال قرب وهذه التجربة معايا. يا جماعة لو تشوفوا الطابور، طابور رهيب. عند البقع هنا كمان يتمشى، منتظرين
تلفريك لما يوصل. اوريكم الطابور بس. شوف الطابور. ها؟ Yeah, you go this way. Thank you. Thank you. Could you just wait here just 1 minute? شوف المنظر كيف يوديك لآخر الشارع هناك. رهيب. Let's go. ركبنا أخيرا ركبنا. تعال يا فهد تعال تعال يا فهد تعال. كيف؟ أول مرة تركب تلفريك ولا لا؟ لا قد ثاني مرة طبعا. والله؟ أنا أول مرة صراحة. الاغنيه ولا شيء؟ اوه شوف المنظر. ايش تغنيها؟ والله مخيفه. ايش تغنيها؟ طبعا ايش الفرق بين هذه ولندن اي؟ لا لندن اي زجاج يا اخي هذه رهيبه صراحه والله تحس نفسك كذا ماشي طاير في القمر والله. الرحلة استمرت 10 دقائق، 5 دقائق رايح وخمس دقائق راجع، لكن طبرنا أكثر من كذا طبعاً استمر يمكن نص ساعة طابور، لكن التجربة بحد ذاتها كانت تجربة حلوة وتستاهل، أنصح فيها وبشدة للقادمين لزيارة لندن سياحة، أنصحهم فيها. في منطقة اسمها كندم لوك، المنطقة حلوة جميلة رائعة بالخلفية أمامي، كلها مطاعم وفيها القناة المائية هذه، فيها بعض المراكب ال مش عارف شو اسمها تمشي في القنوات المائية اللي في بريطانيا. بريطانيا على فكرة فيها قنوات مائية كبيرة أو كثيرة تمشي فيها مراكب تعبر فيها من الشمال إلى الجنوب. فيها منطقة حلوة بس كلها مطاعم وبارات والأمور هذه حلوة، لكن الجو مش عائلي يعني. أشوفه صراحة شبابي أكثر. أيوة هذا هو المركب. في المراكب المركبات الطويلة الأمام هنا هذا طول طويل يمشي في قنوات مثل هذه اللي في الخلفية وراي. رهيب المنظر صراحة رهيب. بدأ شوي البرد وأنا مش لابس إلا شورت قصير وفانيلة صغيرة برد. حصلنا شباب هنا من فلسطين. حيا الله أهل فلسطين. أكلونا فلافل. خلونا خلونا صور لكم محل من برا. هذا اسم المحل من برا اذا جيتوا على لندن تاكلوا من عندهم ان شاء الله. كيلو فلافل كامل تام بس فلافل كامل تام. احلى فلافل شباب. Look at that. Aubergine, spicy potato, falafel, everything. ما شاء الله عليكم. شاورما. مستر جيمي كم صار لكم هنا يا شباب؟ والله والله ما شاء الله. مستر جيمي انا جاي لكم من ليفربول والله. حبيبي خليني اصور لكم كيف قاعد يسوي الفلافل هنا. ها مستر عفيف حياك الله. فلسطيني من نعم. سولف على هيعة كلمة. شو حبيبي؟ شو اسم الكريم؟ عفيف. عفيف. حياك الله عفيف. وين؟ 45 سنة بلندن. ما شاء الله. شكلك والد هون يعني. 23 سنة. 23. هذا فلافل فلسطيني. شوف فرق الفلافل هذه هي فلافل فلسطيني. وشو تفرق عن الفلافل الثانيه يعني؟ هذيك بالفول هذه بالحمص. هو الطعميه هذيك المصريه بالفول. هذيك المصريه بالسودانيين بالفول. اوكي. بالفول تطلع تقيل كثير وتطلع مش كويسه. صعبه شوي. طعم ثاني. طعم ثاني، طعم مختلف تماما. مختلف. تطلع تقيل كثير بس هذه مع الحمص تطلع شويه خفيفه. تطلع شويه خفيفه واحسن. وبتنفخ اكثر. وطريقه تطلع.
هاي شغلتكم انتم الشوام، هاي الفلافل هذه صنعتكم صراحه، ما حد يقدر ينافسكم فيها. صراحة الشباب يا اخي تعال ليش خايف؟ تعال. لا خلاص اوكي. صراحة والله اليوم يعني شفت شباب يعني من احلى الشباب، مطعم فلافل هنا موجود في الخلفية، هذا اسمه، حتى ما رضي ياخذوا مني سعر الفلافل. صراحة احلى فلافل اكلتها من يوم ما جيت بريطانيا، وفريش، ومثل ما شفتوا في المقطع يعني بداية المقطع انه الفلافل كان صراحة فريش وجميلة جدا صراحة. انصح فيه المطعم هذا، لقيته على لندن، اكتبوا اسم هذا ودوروا عليه وتعالوا هتلاقوا احلى فلافل واحلى خدمة من احلى شباب.